ضد الجنجبيل وضد البرهان وضد حميتي. والزول اللي جاب لنا هوا الفلنجات بتاعنا ديت زي دارفور كويس. ايوه زي دارفور. وانا الماك ده انا هوساوي، انا من دارفور، انا من دارفور عرفت اي. لكن انا بس اقلق شنو واوضح شويه ان الموضوع حاصل مع اهلنا في النيل الازرق اي يلا. لانه انا سامع تهت قاعدين يقولوا انه يا اخي الحوسه دي تعبير لحميتي او مثلا حميتي جندو. تهت يقول انه يا اخي مالك اقار جندو. وبدايه المشاكل دي، بدايه المشاكل دي كويس معك اصلا اتهموا الحوسه دي، اهل الحوسه دي اتهموهم بانه يا اخي الناس وقفوا مع مالك اقار، مالك اقار هم الجندو. والموضوع اصلا ما كده، الموضوع انه مالك اثار ده هو داري يجند من ابناء الحوسه دي، وابناء الحوسه دي رافضين تماما انه يجيفوا معه. ده اول نقطه كويس معك. بعدين هو سبب الفتنه، لانه الحوسه دي في السودان معروفين قبيله متواضعه. مالك اقار داري يجند، مالك اقار داري يجندهم وهم رفضوا، وهم رفضوا. الله يفتح عليك. طيب يلا اها، الناس القبائل الثانيه قال لهم عشان انتم رفضتوا ما قدر انت تجندوا مع مالك اقار ضربوهم. يلا انا ما جاي معك ده الفهم، ده الموضوع كله يعني. وطيب الناس الدمازيل ليه هم ضد مالك اقار وضد الجنجويد؟ يلا انا ما ماشي معك. هم من زمان رفضوا الحوسه ديل. يلا شنو؟ قالوا انه تهت الامراء بتاع انهم تمام معهم من الحوسه اللي طالبوا بامير كويس. يلا هم قالوا مشى ثاني وقفوا مع احمد الامده حاجه مقليم دارفو الاسم شنو النيل الازرق. وهم برضو ديل الباقي القبائل بتاع النيل الازرق ما دارين نزول ده برضو. يلا قالوا الحوسه مش وقفوا معهم. وانا شوف ما بقول لك انه يا اخي في الحوسه اللي ما لا ايوه ممكن اقول لك في فلنجات وهم اكيد ممكن يكون في حتى واقفين مع مالك اقار ذاته. لكن ما كله كويس معك. يلا در الشيء السبب الوحيد صاحبك او ابو شوتل طلع قال يا جماعه انا ما داير اي هوساوي والحوسه دي نيجيريين والحوسه دي ما سودانيين والحوسه وا 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 اتكلم كثير تمام. يلا انت يا ابو شوتل يوم الليله يا اخي مش انت عرفت انه الحوسه دي الفلنجات ومثلا وقفوا مع مالك اقار او وقفوا مع دام السري او وقفوا مثلا مع احمد الومده؟ يا اخي مش عندهم امير عندهم كبير امشي اتكلم معه كويس. لان انت عارف انه دي المساكين دي الابرياء دي المواطنين ما عارفين اي حاجه، الناس بس دارين يشتغلوا شغلهم بتاع سمكهم شغل مزارعهم وكذا تمام. على كذا يا اخي في انه مقطع ذاته ابو شوتال لانه مقطع طلع يتكلم قال يا اخي عندهم امير البلاد لا ده في بدايه المشاكل، بدايه المشاكل المقطع هسه قاعد في الفيسبوك. يلا قام طلع يتكلم كده جنب الشجره، ممكن يكون لقيت المقطع ولا ما لقيته ما معروف، لكن جنب الشجره كده يتكلم قال يا اخي يا جماعه انا أميرنا الحوسة بالبر اتصل لي قال لي يا أبو شوتال خليك بايت معنا في اللايف وأرجع لنا تاني وبعد أكمل موضوعك لأنه في جمهور ودايرين يواصلوا. أمسك النقاط اللي وقفت فيه وبعد شوية تاني تعال راجع. ها أوكي أوكي خلاص تمام. بنديك الفرصة. مرحبا بكم. أول حاجة أحمد مساء الخير عليك. مرحبا بك الله. كيف الأخبار والصحة؟ مرحبا بك الله. ده قلنا تحية عشان ما توضح لنا. خلاص تمام، تحية ليه وتحية لكل المشاهدين. تحياتنا تفضل. أول انتباه لي زولك لما تي ده كتم فيه تهد وهو وأول الزول اللي قبل شوية جبت قاعد بيتكلم ده الفيديو بتاعت عمك داجي ولا بقول ليه هذا الناجي ده هو أصلا هو زول كوز ونتل عارفين تماما، لكن همتي ده هو سي والله كان فوق تهيد وفوق. والمهم انا بقول لك حاجه والله يا شعب السوداني انتوا تاني ما تخلوه اي زول يقوم في الخلاء، وهو الثوره دي اصلا ما ناجحه، ما ناجحه ثوره الليله دي ولا ناجحه، ودلعكم قاعدين في محلات وقاعدين ولينا صفحه الوحيد الناس نعم صوتي كده واضح الناس الليله طلعوا
الناس طلبوا الليله لكن ما في اي شيء يا احمد، والله متابعين لنا سواء قالوا هم هم يطلبوا نتيجه لكن ما طلبوا اي نتيجه. يعني انا هنا انا هنا ما عندي غير 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 البلد ثاني ما في حل يا زلمه، شغل يدور سلاح بس ثاني ما عندي اي حاجه يا زلمه، وانا صف الوحيد ده صفتك ده صفه عالميه طبعا طوال يا زلمه، انا هنا ما عندي زي ما كورور زي ناس ايزو والدبوبر المبارك قاعدين في الايفون ده لعيبه ما اللايف حقهم 13 نفر لحد 100 يدوك وما اعرف لك ايه ده ده انا ما اعرف لك بحق المعرفه 2014 في في لا انا ما لا انا ما خلاص انا هنا ما نشوف انا هسه ردد ليه ما ردد ليه جبت الفيديوهات ثبت لي برام انه اكل الزراعه حقتنا وقتل الناس وقال لي دق المهريه وبتاع والمهم شنو كده لميتهم الجنجويد وكبيت فيهم قش وعديتهم كبريت وطلعت منهم وجيت في موضوع ما وقسما بالله زورا كيسا مدريدي كيسا مدريدي كيسا مدريدي ما ترفع سقف تحياتنا المهم تسلم لو ما عندك اضافه ثانيه تحياتنا لانه في جمهور كثير منتظرين تحياتنا تسلم شكرا لك انا والله قاعد ادي دعوه يا جماعه بس منكم انتم طيب رساله للجيش يا جماعه خليني اوصل الرساله للجيش رساله للجيش طيب في محمد ده محمد ده دير دعوه انا لازم نديك محمد تعذر والله ارجع بالواتساب عندي ثلاثه واتسابات ثلاثه واتساب اي زول يا جماعه ما قدر يتمكن انا خليني اوصل رساله للجيش في ضباط وضباط صف وجنود وفي ضابط وضابط صفوفي كيف الكلام ده يا احمد ضابط وضابط صفوفي ايوه ضابط في الجيش اتجند في الكليه الحربيه وضابط برتبه رقيب او رقيب اول فات التاهيليه وركب ملازم ويتدرج في الرتب ده اسمه الضابط الصفوفي انتوا يا ضباط صف وضباط وضباط صفوفيين عليك دينك الله ما تخافوا بعد مجهودكم ده كله جبتوا رتبكم دي تحيوا الجنجويد ايوه الجيش ده فيه خلل هاي فيه خلل المؤسسه دي فيه خلل هاي فيه خلل دير اصلاح هاي دير اصلاح فيه كيزان هاي فيه كيزان لكن في ناس في ناس شغالين في المؤسسه ده ورتب صغيره او لقائد مقدم كلهم مظلومين كيف تحيي جنجويتي رباطي جاي من النيجر وسنتر افريق وقتل الناس ومعروف تاريخه دموي كيف تسمحوا انتم كعساكر قوات مسلحه تعاينوا الحراير مرأة سودانيه تغتصب قدامكم كيف انتم جيش عساكر تعملوا قوات مسلحه لابسين الكاك المير الاخضر ده تعاينوا ان في 3000 وشويه موجودين ما اندفنوا اكرام الميت دفنوا كيف بالله عليك لما انت دول مركت من الحي ومشيت اتجندت في قوات الشعب المسلح لما يكون في كرح او فرح بتجي تلبس مدني او جلابيه وبنطلون وقميص وتقعد معانا بالله شعورك شنو لما تقعد مع المدنيين انت كعسكري بتاع جيش يا اخي صحي النوم يا زول لميتين وانا بشرك الدعم السريع ده مش شايفينه انتوا المواطنين معاكم افتحوا المخازن سلهوا الناس يوم الكتمه بب 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 بب. حسي كله 100 نفر اسمع الخطه دي كله 100 نفر اسمع الكلام ده كويس ناس تشير يا جماعه كل 100 نفر عملوا شنو اندرتيبل ما بالضروره ذاته كده يعني ناي انا ذاتي دير اشوف لانه الانترنت بقى غالي في السودان دير اشوف موضوع بتاع واتساب عشان رسائل بالواتساب زي الجبوري شغال بالواتساب برضه عشان اقدر اوصل الرساله بالواتساب يكون افضل لانه الانترنت غالي الناس ما بتقدر تشحن زي رساله كده بريد في صندوق الجيش وي زول اسمع الكلام ده كويس الجنجويد حسي معنا في اللايف ده اللايف ده ما جروب ولا جروب خاص ولا جروب بتاع واتساب ولا جروب بتاع اسره اللايف ده على الهواء مباشره واللايف ده سلاح ذو حدين يعني دقيت دقيت ما دقيت بدقوق دقيت دقيت ما دقيت بدقوق اسمع الكلام ده كويس طيب في واحد اتصل علي هنا كويس ما ممكن انت زور رقيب وكيل عريف عريف رقيب رقيب اول حضر الصور بعد 20 سنه الرتبه دي لقيتها واشتغلت لما روحك طلعت في الجيش ده غلط صح المهم انت عسكري بتاع جيش بروفيشنال كيف تسمح لواحد جنجويتي امس اول امس بس خدمته 10 سنوات ولا 10 سنوات في القتل والقمع والتشريد وركب لك عقيد ولا مقدم وانت تحييه يا اخي نحن بنعرف الحضر الصور ده عادي بدي تعليمات تعليمات بفوق للضباط اي شوف له الزمن ما هو التعليمات بتاع شنو؟ على حضر الصول ده انتم كعساكر تسمعوا كلام حضر الصول ده تسمعوا الكلام ده كويس حتى الضباط الصغار ملازم ملازم اول نقيب رايد مقدم لغايه رتبه مقدم دي
كلكم تسمعوا تعليمات بتاع حضر الرسول. حضر الرسول ده ممكن يدي تعليمات للجنود ده تتربطوا زيكم زي اي قنفوط شفته وتتخطى في الملاجئ. عرفتوا كلامي؟ طيب هاي هيا كم برجعت لك تفضل. هاي طيب قلت لك المهم شفت امير حوسه ده لما رجع اتصل لي ابو شوطال قام يتكلم مع ابو شوطال قال لي ابو شوطال انا عرفت القصه كلها شنو واحد اثنين ثلاثه يعني احنا ما عندنا زن كويس معك طلب قاتل انه يوقف الحرب ده وكفايه الناس تقطعت في الوضع نشوف الادو منه ابو شوطال برا بتكلم قال الكلام ده كويس معك بعد ذاك انا ما اعرف من هناك حصل شنو تاني ابو شوطال قام طلع بالتحديات بالتحدي جديد قال لي يا صنعوي لا الحوسه دي للدروس واتهم انه الحوسه دي مصلحين وفي وممكن كلامه يكون صح في جزء من الفلنجيات مصلحين وجحجم طبعا غالي اربعه وثلاثه صح؟ ايوه الله يفتح عليك مش عمل هجوم في قريه من واحد واحد واثنين وثلاثه لحد اربعه كويس؟ الحجم من حجمهم ولا حجم الحوسه؟ يلا شوف الحوسه في البدايه ما هجم في البدايه ما قبل شهرين ولا ثلاثه شهور ما هجمهم عرفتها ابو شوطال هو الحجم لكن الان الهروبات بتاع المشاكل اللي حصلت بتاع تقريبا قبل ثلاثه يوم ولا اربع يوم يلا هنا طبعا بين الطرفين كله الحوسه طبعا دافعوا عن نفسهم عرفتها لانه انه ما في سلوايف معهم والشغله دي ما دارت تجيب طيب نقطه طيب نقطه يمكن انت شفت في المركز هناك دي طبعا مسؤوليه الدوله واصلا لو في دوله مسؤوليه الجيش مسؤوليه الشرطه مسؤوليه الامن مسؤوليه الولايه وامن الولايه طيب الناس اللي مشوا من مايو وركبوا الدفار وقالوا نحن ماشيين الجهاد نعكس الموضوع نعكس الموضوع شويه لو كانوا الناس دي المشكله بتاع الحوسه ده حصلت في الخرطوم والحوسه قاعدين في الدمازين وقالوا دري دافوا لاخوانهم الحكومه بتاع الخرطوم بيخلي الحوسه من هناك يجي يخشوا الخرطوم ما بتخلي تبع طيب ليه قامت خلت الحوسه وبعت لايف مباشر كويس يعني دي الاثنين دفار زي كلام الزور الفيديو موجود فقالوا نحن ماشيين للجهاد وليه الحكومه اتكتمت في الموضوع كويس طيب يلا يا كسر الحوسه اصلا قالوا انه دارين يمشي الجهاد انا الفيديوهات شفتها كلها كويس معك وانا رد علي قدر سؤالي قلبنا الموضوع هم ما مشوا هم فعلا قالوا بيمشوا لكن ما مشوا لا ما 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 ما, ما الدوله ذاتها مجرد ما لو في دوله مثلا بس بيري بيجزمهم ده بيه البرهان الوثيق ده البرهان ده لو كان في زول من دارفور حصل به مشكله وقالوا من الفاشر او من الجنينه يتحركوا ناس من هناك بالله عليك ما بودوا لهم تطشيرات بدكم في الشارع؟ اكيد طبعا كيف يسبتوا الناس جات على الهواء مباشره وقالوا نحن ماشيين والدوله سكتت اذا نفهم من كده لا ديرك انت شغله مسيسه انه مسيسه لا ديرينك انت الكلام ده انا قلته أيوة. ولا ديريني انا ايوه صح؟ في كيزان في جزء كيزان نتنين جدا وحتى مع الحركات الانبطاحيه الفاتت لا دارين سلام ده اول حاجه كان خرب في الدمازين مالته خرب في الجنينه في الفاجر خرب في الخرطوم ما دارينه الفلنجات بتاع دارفور ما دارين الكلام ده بيشوفوا يقول لك انتم دارين تموتوا يا اخي موتوا ما عشان في النهايه نحن امورنا بتمشي يعني نحول الصراع من دارفور ونحول انا موضوعي كله يا ناس الناس دي حصلت مشاكل صح هاي حلو في حوسه في الولايات الثانيه ولا ما في؟ في اكيد طبعا الا في الدمازين؟ لا ما في الدمازين الناس دارفور ديل ما هسي قاعدين في الشمال ولا ما قاعدين في الشمال؟ ايوه قاعدين ها؟ مشكله وين؟ انا أيوة. بدل يحولوا الصراع والجنجويد يرتاحوا والكيزان يرتاحوا نفضل المنطقه يعني هسي الناس دارفور فضوا المناطق حقهم فاتوا دشات 12 معسكر وقاعدين هنا في المعسكرات النزوح واللجوم كذا معناته اراضيهم خلاص شالوه منهم الجنجويد؟ لا طبعا لازم نحاول طيب في زول قال لي كتب لي قال لي ادي زول فرصه يتكلم ففضل يتكلم كمل كلامك عشان